جهنم ده. يا ودي نسيتي با باسكو والله ما نحشي واحد انا. Vous pensez quoi du Mac ou de Farhat Mahni? Il est où le Mac déjà actuellement? Il représente quoi? Maintenant Farhat Mahni en tant qu'homme politique. Madame عندك تبون رئيس. Farhat Mahni واش به؟ C'est un homme politique. انا قلت عليه من قبل سي فيرمين. Farhat Mahni سي فيرمين qui se nourrit de la colère d'un peuple. Farhat Mahni n'existe plus. Le Mac n'existe plus sauf en France. Parce qu'en Algérie, الشعب فهم بلي قبايلي شاوي والله هذاك اللي حاس بروحه العربي الباغاندو هذاك باسكو ما كانش عارف في الجزائر لاباز يعني قله قليله جدا بصح حنا قبلوهم معليش هذاك 0.0 ايبسيلون قبلوه ما كانش لانه الازمه في الجزائر قضيه استعمار حاكم شعب كامل maintenant كي تقبل تبون رئيس لازم تقبل فرحات مهني كرجل سياسي لانه تبون ما عنده حتى معنى وفرحات بعني ما عنده حتى معنى لونسي ان ميساج بالله الشعب ملي ما تخلوش الفوتبول يفرقكم حنا راه نحاول نضربوا على الجزائر الجديده وهاد التصرفات ما يكونوش كاينين ان شاء الله ماهوش الفوتبول اللي يفرقهم الزعف والهم والميزيريه والحقره والتهميش وانعدام الامل خلاو انه الشعب هذا ولا الشباب هذا يحوس كيفاه انفجر في ماتش فوتبول لكن واش نقول للشباب نقول لهم حاجه اخرى الزعف نتاعكم والجهد ضد النظام والاجهزه القمعيه تاع النظام ماشي ضد خوك اللي معك في السطاد لانه المشاكل اللي عندك في الداخل ماشي سببها جارك سببها تبون والناس اللي حطوه والناس اللي معاه تحب تفجر الزعف تاعك فجره في اتجاه ايجابي ماشي في اتجاه سلبي واش تسنى البوليسي واش تسنى العسكري واش تسنى الجدارمي راك في حالة الكلاب والكلاب خير منك وما زلت تشيت وتقمع في الشعب انت تاكل في البطاطا المرهوجه بالبيستيسيد تكرو التلفون ياكل فيها ولادو سيدو خرج بالبراءة بنو غدوه راح يبيع لمن راح يبيع لا دروك لبنتك وبنك في المسيد فلا كولومبي بابلو اسكوبار دار ديبيوتي وحاوزوه حنا حاجة خارقة للعادة درنا بابلو اسكوبار رايس واش تسناو أكثر من هاك اطرحوا على أنفسكم أسئلة ما عندهاش معنى ما عندهاش معنى باسكو لازم تواجه الحقيقة ما تسمعش سلمية أقوى من رصاصهم واحد في الانجليز واحد في السويس واحد في الهند واحد في باكستان واحد ما بيش دين باباه وينو شنو سلمية كل نهار راك تخسر كل نهار تبار ودرك جات الضربة هذه تاع الكورونا وتظهر الأسواق العالمية والسوق المالية والنقدية إلى فينانس انترناسيونال والله ما تضربش بدراعك غير يقتلك الشر وغدوة ما تقولش اي كيفاه قول انا سكت وقبلت الطحين والطحين ركبني ينكسر هنايا يقول لك اسكو لا شوت دو بري دو بترول فا اكتيفي لو ديبار تاع الرئيس Pas du tout. Elle va étouffer le peuple. Et ça va ne partira jamais tant que Mahdash les gabelha. Yarham baba comme fahmouni aïe. Nahdra draka ou mantaurush fil live liom parce qu'aïe. Mais fahmouni.
ها سيدي هاي العصابة راحت. شكون؟ شكون؟ العصابة هي قاعدة باسكو نتوما ما كانش. باسكو جاو ناس من قبل قال لكم ما تخرجوش ممثلين. هادو ناس احتمال كبير كما قلتها من قبل يا حمير وتبعتوهم خلات عليكم يا متواطئين مع النظام والأقدام البيضاء وخلات عليكم. كيفاش تحوسوا انتوما عصابة طير وانتوما ما كانش؟ ها يا سيدي نقولوا تبون هذا جاء جبريل في الليل قالوا راح مد الشعب البوفوار جاء وشنقري حازين فتح الجزائر لمن يمدوهم اللي جاوبني على السؤال هذا نكمل الحكمه لمن على هذه انا بكري كنت نيه كي بدات السياسه كنت نثيق في ديكلاراسيون تاع الناس ونقول ربما هداهم ربي ربما اكسترا تحولوا تغيروا ومن بعد فهمت بلي الخبيث خبيث الخبيث خبيث اللي كان كلب البارح يكمل كلب اليوم واللي كان راجل البارح ديما راجل مهما كانت الظروف مارك هي كاسيو والله عجبتني هذه اللي قال لك اسكو ديكتاتور بو جيري لو بي ديموكراتيكمون بيان سور تو تافي La dictature est un système politique reconnu. Il peut être très positif. À condition qu'il s'applique pour tout le monde. Il peut être positif. À condition qu'il y ait l'état de droit. Parce que nous, on ne veut pas d'un homme dictateur. On veut d'un pays géré par la dictature de la loi. Maintenant, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Qui m'a dit d'habitude, il fait mal sur le fait. Comme Poutine, voilà. On veut un Poutine en Algérie. Voilà. C'est tout, point barre. Tu veux Poutine, tu veux? Le gars Poutine. Hajazi Poutine. Tu veux te chiller avec vous? Tu veux les amis de l'insan, de l'Gdota, les amis de la démocratie, les amis de la démocratie, les amis de la démocratie. Le monde a des قطبين. قطب. دول قوية مالية. وهذيك لا فينانسيال ديكتاتوريه سي لا فينانس وقطب دول سياسيه ما عندهاش لا فينانس حكمت السياسه باش تطور بلادها وتحمي بلادها il faut une forme de protectionnisme pour un pays comme l'Algérie parce que on n'a pas le bouclier financier et le bouclier entrepreneurial qui permet de protéger l'Algérie